خرجوا ذويهم للتنزه، لكنها كانت آخر رحلة في حياتهم نتيجة انفجار مخلفات حربية في صحراء الرميلة. 7 أفراد من عائلة واحدة فارقوا الحياة مقابل 7 آخرين أصيبوا، ليحمل ذويهم الجهات الأمنية مسؤولية الفاجعة التي حلت بهم. حملنا للحكومة غير تشيل الألغام، غير تخلي سياج عليهم حتى نعرف أن هذا مكان خطر. شلون هيك راحت أطفال راحت بعمر الورد، كل شيء ما شايفين من حياتهم. أي علامات ماكو، لا سياج علي لا كل شيء ما علي. لا بلدنا ما حامينا، وين الروح؟ اطولنا سبب، وين الروح؟ والله موته يا أبويا ميتين، يا أبويا على أبسط الحقوق ميتين، يا أبويا هذا البلد يطي شو أداور الدورة، يطي شو أداور الدورة. وجهاء قضاء الزبير يتساءلون عن سبب الإهمال الأمني الذي جعل العوائل تلامس الألغام والقنابل والصواريخ غير المنفلقة. ولا تعد هذه الفاجعة الأولى من نوعها، بل هي امتداد لمسلسل ضحايا المخلفات الحربية بحسب حديث المواطنين والتقارير الرسمية المسجلة. أشكال العضوات موجودة، ما حد لنا شغل، يعني شرطيين واقفين، لا تطب هاي يخسرها، لا تروح اتجاه الطريق، أمنع العالم، أنت تشوف المكان خطر أمنعه. وليس أول مرة صارت هاي الحالة، وإنما راحت ضحيتها، وإنما قبل سبق وأن أكو ضحايا، عدة ضحايا، واليوم ضحيتنا 7 من عائلة واحدة ويرأسهم شيخهم معمم من أحد الحوزة الدينية. لذلك نستنكر ونعطي بهذه رسالتنا إلى رئيس دولة رئيس الوزراء. جدير بالذكر إن إدارة قائم مقامية قضاء الزبير أعلنت الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا، مع مطالب للسلطتين المركزية والمحلية بضرورة تأمين حياة الزبيريين من مخلفات الحروب والاستهداف المتكرر. أهالي قضاء الزبير يدفعون ثمن الإخفاق الخدمي والأمني، آخرها ضحية حادثة الرميلة وجبل سنامة. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.